جسمي وصداع على طول. حاضر هجاوب حضرتك. شكرا الله لك. خلونا نجاوب الاتصالات اللي معانا. التهاب البروستاتا بيسال، احنا قلنا لب القرع المره الماضيه بنقدر ناخده بحاجتين، يا اما ان احنا يطحن جيدا ويوضع على عسل، وده الافضل، يعني ربع كيلو هيوضع على كيلو من العسل ويخلط جيدا وتؤخذ معلقه كبيره 3 مرات يوميا. ومن الممكن الطريقه الاخرى ان هو يطحن ويؤخذ سفوف بعد كل وجبه. تشققات القدمين هنجيب حضرتك الفازلين والجي